السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سيارة 208 موتير HD دو توت فاسون معلومة السريع نعطيها لكم. السيد هذا دار انترفونسيون كاتاليزور في بالي نقاوه عند ميكانيسيان، ابري شالت له لو تيمو تاع التشيك هذيك في الطابلو مونك تيراج. ديرو ديغنوستيك حنا عندنا واش نجيو ميزير دو دي بي دار كونتيتي دار سوبيريور او سي ماكسيموم. في الحالة هذه عندك زعما الهواء راه يفوت لك منا تميزيريه لا ميموار بلي عندك لو كابتور هذا يعطيها سينيا بلي الهواء فات اكثر من حد. كان واحد يتسرع يروح ديريكتومون يبدل الديبيمتر هذايا على اساس بلي هو اللي فيه مشكله. بصح دائما نقولوا ما تسرعش، وباش تقول للكليون تاعك عندك ان بروبليم يفو با تسرع. هنا لو ديبيدار هذه سيركوي باز بريسيون يفوت على تيربو يخرج منا سيركوي اوت بريسيون. علاش اوت بريسيون؟ باسكو يسخن تير الهواء نتاعك هذا يفوت على الرفرواديسور، هي الرادياتور تاع الرفرواديسمون دير ويروح للموتور. هنايا علاش يعطينا هذا؟ يعطينا هذا يا باسكو لا بريسيون جاتو هنا اكثر من اللي راها عنده في كابتور سير اليمونطاسيون دير. كابتور سير اليمونطاسيون دير يعطي له باللي هو قليل. شوفوا هنا ديريكتومون لو كليو معانا، جينا فيريفينا الاول هذا نورمال، شوفوا الدوزيام هاو محلول هاولي. مادام محلول هنا مول السياره ياكسيليري الهواء يخرج منا، وهانا وين تاني هنا شوفوا كي نقول الطراس هذا الطراس تاع لافويت هذه هاي ليك هذه تعتبر كونفويت. ساسبو هنا يعطي لك كالكيلاتور موتور ان بروبليم في سير اليمونطاسيون دير قليله، واذا ما عطاك سير اليمونطاسيون دير قليله يعطيك بلي لو ديفو تاعك بلي راه هو اكثر من حد. ما تسرعش كي يخرج لك لو ديفو هذا تاع كاميكانيسيا ولا سكانر لو بي 0100. شوف دائما كش ما عندك اون فويت، اذا ما كانتش فويت شوف الديبيمتر، اذا لقيت عندك فويت هاي وين البروبليم. هذا درك نريقلوه له ويتكل على الله ان شاء الله. السلام عليكم.